السلام عليكم خوال المشاهدين، خوتي البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم بغيت نقترح عليكم لي كورني بطريقة جد بسيطة. يعني غنصايبو هاد لي كورني بعجينة غير العجين المورق، بعجينة مختلفة اللي كنحصلوا عليهم على هذا الشكل. يمكن تعمروهم بالحاجات اللي مالحين ولا تعمروهم بالحاجات اللي حلوين، يعني كتبقى نفس العجينة. طريقة جد بسيطة، بقاو معنا تشوفوا الطريقة والمقادير. بسم الله على بركة الله. هنا العجينة ديالنا المختلفة هي الورقة ديال البسطيلة. هنا خديت كمية قليلة، يعني خديت ربعة ديال ورقات البسطيلة كما كتشوفوا، دهنتها بالزيت مزيان. وغنبدا نقطعها قياس العرض ديال نعمل سنتيم تل سنتيم ونص ديال العرض، وغنقطع على الشكل الطولي كما كتشوفوا. غنقطعوها كامله الورقه ديالنا، هذه اللي غنعدلو بها، اللي غنلفو على الكورني وغنعدلو بها الكورني ديالنا. بعد ما قطعناها كما كتشوفوا شرائط طويله، يعني كناخذوا جوج ديال الاشرطه. هنا عندنا الزبده مذوبه مع زيت الزيتون، وكنجيبوا الكورني ديالنا كندهنوه بالزبده والزيت باش ما يلتصقش فيه الورقه ديالنا، وكنبقاو نلفوها. وهنا ملي كتبقى باقي خاص، يعني كندهنوها بالبيض، وكنجيبوا شريط اخر اللي فيه جوج مع بعضياتهم وكنلصقوهم بالبيض، وكنبقاو نلفو بهذه الطريقه يعني حتى الاخير، كندهنوهم بالبيض في الاخير باش يلتصقوا مزيان، وكنحطوهم حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. بعد ما سالينا لي كورني ديالنا كنجيبو البيض اللي خلطنا اللي كنا كنلاقيو به وانيت، غندهنو به لي كورني ديالنا كاملين، كندهنوهم كاملين بالبيض بهذه الطريقه، وكنسلوهم حتى كنساليو الكميه اللي عندنا كامله كندهنوها بالبيض. بعد ما سليناهم درناهم في الفران يتحمروا. وهنا في الحشوه اللي غنديروا، عندي هنايا 400 غرام ديال الكفته، وعندي هنايا بصله محكوكه ولا مشلضه،
وعندي هنا التوابل، عندي دابا في الطنجرة كان معلقة ديال الزبدة بلدية ومعلقة ديال زيت الزيتون، كنضيفو ليهم الكفتة ديالنا. عندي هنايا الكفتة، كنضيف كمية قليلة ديال الكفتة، كنضيف عليها البصلة وغنديروهم يتبالو حتى كيتشحروا مزيان. هنايا عندي التوابل، عندي شويه ديال الزعتر، شويه ديال الملح، شويه ديال الفلفل الاسود، وشويه ديال السكنجبير او الخرقوم، وكنخلطو مع بعضياتهم مزيان حتى كيتحمروا مزيان مع بعضياتهم. هنايا نصيب لاصوص بيشاميل، غنصيبها بطريقه مختلفه، يعني نفس الطنجره في نفس المقادير غنصيبوا صلصه البيشاميل. على هذا الخليط غنضيفوا جوج معالق ديال الدقيق ديال الفرص على الحشوه ديالنا، على الكفته والبصل بعد ما طابوا، يعني في نفس الزبده والزيت اللي عملنا باش ما تجيناش بزاف من الدمه. كنضيفوا للدقيق ديال البيش يعني الدقيق الفرص باش نصيبوا لاصوص بيشاميل، يعني كنحمروها مزيان، كنحمرو داك الدقيق مزيان حتى كيطيب، يعني حتى كيشرب المذاق ديال المذاقات التوابل اللي عملنا وديال الزعتر وديال الكفته والبصل، يعني كتجي لذيذه وكتجي بطريقه مختلفه، احسن ما نصايبو لاصوص بيشاميل بوحديتها عاد كنضيفو لها يعني الحشوه. هنا غتاخد لينا كاس ونصف ديال الحليب، كنضيفو شويه شويه بالحليب شويه بشويه حتى كطيب. هنايا ضفنا الحليب وكنخلطوه مزيان حتى كتعقد لينا. احنا هنايا بغينا نتحصلوا على صلصه بيضاء، يعني تجينا هاد الحشوه تجينا بيضاء، ما نزيدو لا شي الحاجات يعني كولوريس بحال الفلفله حمراء او الزعفران، يعني نخليوها بيضاء باش كتجي يعني في الحشوه كتجي شكل مختلف وكتجي رائعه المنظر ديالها. وهنايا غنخليوها طيب حتى كتختار لينا باش كتجي لنا الحشوه ديالنا خطره. بعد ما طبت لنا الحشوه ديالنا كنضيفوا ليها الجبن محكوك، يمكن لكم جبن تكثروا او لا على حسب الامكانيات وعلى حسب رغبه الانسان، كاين اللي كيعجبو الجبن كاين اللي ما كيعجبوش. هنا ضفت الجبن وكنخلطوا مع بعضياتهم، وبعد كنطفي عليهم. وهنايا كندوزو كنجبدو داك لي كورني من الفران، هما طابو محمرين من برا ومن داخل، يعني كنطيبوه ما يدا واقفين، وهاد المول دغيا كيزول، يعني ما كي ملي كنكونو دهناه بالزبده دغيا كيزول، كنحيدوهم كاملين. بعد ما ساليناهم كنجيبو الحشوه ديالنا باش غنعمروهم،
كتجيبوا عندنا هنا الزيتون مقطع، يمكن لكم ديروا في بلاصه الزيتون للشامبينيون ولا ديروا الفلافل، كل واحد كيدير على حسب الرغبه ديالو. كنجيبوا داك الحشوه اللي عندنا وهي باقا سخونه، كتشوفوا كيفاش ني عقده، يعني ما هيش خفيفه جاريه، وكنحاولوا ندخلوها لداخل مزيان بالمعلقه، يعني كندخلوا مزيان داك الحشوه باش تدخل حتى لداخل، وكندخلوا فيها الزيتون، وكنزيدوا لها شويه ديال الحشوه من برا حتى كتعمر مزيان، يعني كنعمروه مزيان بالحشوه ديالنا كما كتشوفوا، كنعمروها مزيان، كنغطوها في الجبن، يعني كنضغطوا عليها باش كتاخذ لينا كتعمر لينا بالجبن، وكنحيدوها حتى كنساليو الكميه اللي عندنا كامله. بعد ما ساليناهم كاملين كنجيبو شي كويرطات بحال هادو ديال التقديم، وكنلفوهم بحال هيدا، وكنحطوهم في طبق التقديم. كنساليو نفس الكميه اللي عندنا كامله كما كتشوفوا، أعزائي المشاهدين كنتمنى تكونوا عجبتكم هالطريقة ديال لي كورني بالعجين المورق، عفوا بالعجينة ديال الورقة ديال البستيلا، وتجربوا هالطريقة وتبارطاجيوها مع الأهل الأصدقاء، وتشتركوا في القناة ديالي باش يوصلكم كل جديد، دعمونا باللايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.